والله يا سيدي كنت نسيان السيرة كلها أنا، بس اليوم لما شفت حنا عم يوشم لواحد سجين تذكرت إنه القاتل واشم على زنده هون. هذا الحكي ما بيطعمي خبز وما بقي يفيدك ابنه. بعرف سيدي بعرف، بس أنا قلت لازم إجي وخبرك بكل شيء، ما لازم خبي عنك شيء. اسمع يا أيوب، هذا الدليل حيخليك تعرف مين غريمك. والله يا سيدي أنا ما هعرف غريمي غير من الوشم اللي واشمه على زنده. وكل الله. حسبي الله ونعم الوكيل. يعني والله لو بنقدر نعمل شيء يا عبيد مشان المعلم أيوب ما كنا قصرنا بنوم، وربي شاهد على كلامي إنه أيوب بريء من هالقصة، براءة الديب من دم يوسف. وأنت شو اللي بخليك متأكد؟ اللي مخليني متأكد عقيد أيوب ليلة الجريمة كان معنا. أيوة هذا اللي كنت بدي أتأكد منه، لأنه يوميتها طلع برات البيت وقال في عنده شغلة بدي يساويها. آخ يا ريت فينا نقدر نعمل شيء، بس المصيبة لا هو بيحسن يحكي ولا نحن بنحسن نحكي، شنو كلياتنا بنروح فيها، لأنه ليلتها عملنا كمين مرتب للظابطية. يعني هالحالتين أكلها. إيه والله، بس عقيد يعني نحن ما لازم نضل ساكتين هي، من بعد إذنك بعد ما نخلص من قصة يوم الجمعة لازم نلاقي لنا شي دبارة نطلع فيها أيوب من سجن القلعة. لازم نلاقي شي دبارة نطلعه من السجن.